سيادة السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، برحب بحضرتك معنا مرة تانية يا سيادة السفير. مساء الخير. مساء النور. الحقيقة أنا عايزة النهاردة من حضرتك تقول لي يعني شغل رئيس الوزراء، نشاطاته، جولاته، موضوع غير طبعا المتحف، افتتاح احد مصانع الادويه، وتصريحات مهمه جدا ليها دلاله، عايزه يعني افهم من حضرتك الرساله اللي كانت وراها، الرساله السياسيه كمان من هذه التصريحات. نعم، بس اود ان اؤكد ايضا ان السيد رئيس الوزراء بيولي بالاهتمام بالثقافه والحضاره جانب كبير من وقت سيادته، وهناك عده محطات كان لها اهتمام كبير، اهتمامه بمنطقه هضبه اهرامات الجيزه وابو الهول والحفاظ على حرم تلك المنطقه، زياره سيادته لهرم زوسر، الهرم المدرج للوقوف على اعمام الترميم التي تجرى هناك، اهتمام سيادته باخلاء الجاع بالين من منطقه وسط البلد، واجتماعات متعدده لاعاده القاهره الخديويه الى رونقها المعروف، اهتمام سيادته بمنطقه عمرو بن العاص ومجمع الاديان ايضا والقاهره القديمه كان ايضا محل اهتمام كبير للسيد رئيس الوزراء. عقد أيضا السيد رئيس الوزراء عدة اجتماعات في السابق تتعلق بإزالة العقبات التحول دون المضي في إنشاء المتحف المصري الكبير، وهو يعني السيد رئيس الوزراء بيرى ان التراث الثقافي والحضاري لمصر هو كنز عظيم وتراث للبشريه كلها، ولا يمكن ان نتردد لحظه في المضي في الحفاظ عليها بالرغم من ظروفنا الاقتصاديه التي بنمر بها. اما على الجانب الاقتصادي فكان هناك جوله موسعه للسيد رئيس الوزراء اليوم، كانت بدات بزياره لمصانع انتاج سيارات يابانيه، اطلق سيارات مرحلة جديدة في زيادة الطاقة الانتاجية للمصنع، تلك المرحلة بتكلفة استثمارية 60 مليون دولار حتى عام 2016. المصنع بينتج سيارات مميزة للسوق المصري وبتكون متاحة للتصدير، وأبدى سيادته الاستعداد أن الحكومة بتقوم بتيسير وفتح المجالات للمستثمرين سواء محليين أو أجانب، وأن التوسعات دي بتؤكد على المستثمرين في الاقتصاد المصري. كان أيضا لي زيارة لمشروع يتعلق بالخرسانة السابقة الصب، وده مشروع مهم لأن الآن مصر فيها عدد كبير من مشروعات الطرق والكباري التي بيتم تشييدها في مختلف أرجاء مصر، والمصنع ده سيكون له بصمة مهمة في اتمام تلك المشروعات. تمام. قام يعطوا ايضا بزياره لعدد من المصانع الادويه اللي بتنتج عدد من العقارات المهمه والادويه المهمه اللي بتحتاجها السوق المحلي وبتعمل على التصدير، وكان في اعلان انه ان شاء الله سيتم انتاج عقار سوبالدي قريبا في احد تلك المصانع. كان في ايضا مصنع تم افتتاحه اليوم للحاصلات الزراعيه المجففه من الفاكهه والخضر، وده بيقوم بتصديره للسوق الياباني خصيصا، وده يعني استثمار جديد كان معطل منذ فتره، فيعني عدد كبير من المشروعات تؤكد على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري. مرة تانية يا فندم بس للتأكيد، يعني الدواء هيتم إنتاجه في شركات أدوية خاصة ولا وزارة الصحة؟ يعني بس عايز أعرف تفاصيل الموضوع ده إذا تفضلت. يعني هو عقار مهم بيتم دراسة إمكانيات الشركات والمصانع المصرية العاملة في إنتاج الدواء، والأهم هو أن يتم إنتاجه محليا يتسنى توفيره للمرضى المصريين، وإذا ما كانت الإمكانيات مع أحد الشركات الخاصة، ولكن في كل الأحوال وزارة الصحة بتوفره مجانا للمواطنين المصريين. طيب ارجع لتصريحات رئيس الوزراء النهارده لما اتكلم وقال ان احنا هنقضي على الفساد والمحسوبيه، الرساله السياسيه من وراء الكلام ده من ناحيه، ومن ناحيه تانية سياده السفير ده معناه انه عايزين نسال على التشريعات سواء كان موضوع الرشوه التعديل الخاص بيه في قانون الاجراءات الجنائيه او القانون الخاص المتعلق بالعاملين في الخدمه المدنيه الموظفين، يعني فانتهيتوا ولا لسه من عدد هذه التشريعات؟ يعني فيما يخص مكافحة الفساد هناك لجنة معنية في مجلس الوزراء تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، يضم في عضويتها الجهات القضائية والرقابية المختلفة، وتعمل على عرض القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وهناك أيضا قانون آخر خاص بالإصلاح الإداري اللي تم عرض أهم ملامحه في اجتماع مجلس الوزراء. كلها مقترحات ومشروعات تحد من عملية الفساد، وهناك تجربة حية الآن داخل وزارة التربية والتعليم في موضوع المسابقة بتاعت المدرسين. وهذا نموذج إن شاء الله يكون ناجح يتم
اختيار الكفاءه المناسبه للوظائف المناسبه دون تدخل العنصر البشري فيها، حتى تكون هناك شفافيه وهناك يعني تاكد ان اللي يحصل على الوظيفه يكون مؤهل ليها. بس السؤال امتى؟ لا، القوانين بتوجد في لجنة التشريعات بتقوم بدراستها وبتصدر على التوالي إن شاء الله، وهي مهمة وبتلقى اهتمام. وكان أول أمس هناك أيضا اجتماع خاص به واللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وهناك قوانين بيتم مراجعتها ويتم إصدارها على التوالي. طيب، في خبر سيادة السفير بيتكلم دلوقتي أنه بعد قليل رئيس الوزراء هيشهد توقيع اتفاقية ما بين وزارة الكهرباء وصندوق التمويل الكويتي. يعني ياريت دينا تفاصيل الخبر ده، مدى دقته أولا، وإيه اللي هيحصل في الاتفاقية دي لو الخبر صحيح؟ لا، هو الخبر بالفعل صحيح، وده بيأتي في بإطار التعاون وزارة التعاون الدولي مع جهات الصناديق المختلفة العربية، واللي تسعى لتمويل مشروعات تنموية في مصر، وهذا خبر صحيح بالفعل. طيب، تفاصيل بقى الاتفاقية يا فندم. يعني هي بيكون الصندوق بيدي قروض ميسرة بيتم بيها إنشاء محطات للكهرباء، سواء في محطات تقليدية أو بالطاقة الجديدة والمتجددة. بيتكلموا الخبر بيتكلم، أنا قدامي الخبر أهو جبته يا سيادة السفير، بيتكلموا على 30 مليون دينار كويتي. لا، الرقم اللي مش حاضر قدامي، ولكن يمكن يكون الرقم اللي سيادتك أشرت ليه هو الرقم السليم. طيب تمام، شكرا جزيلا سيادة السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا يا فندم.